التحليل بينضم إلينا من فلوريدا دكتور روبرت رابيل أستاذ العلوم السياسية. رحب بك دكتور روبرت عبر منتصف النهار. وما الذي يشكله أو ما هي الخطورة الحقيقية من استخدام المنشآت النووية كنوع من الرد الإسرائيلي على إيران؟ Thank you for having me. يعني شكرا. أنا بدي أقول لك شيء. أنا من الأول يعني لما كانت عم بتصير المحادثات بين أمريكا وإسرائيل كنت مفكر إنه الإسرائيليين مش راح يضربوا المفاعل النووية. هلأ غيرت تفكيري لأنه الحوادث اللي عم بتصير والباترن اللي عم بيصير عم بدل إنه إسرائيل من المعقول كتير إنه يضربوا المفاعل النووية. ومشان هيك بعتقد أنا وزارة الدفاع الأمريكية حطت هلأ مش منظومة منظومتين لثاد وبعتت حالياً هلأ من الأمريكان الخبراء لحتى يساعدوا الإسرائيليين. يعني الحالة هلأ عم تروح من الأسوأ إلى أسوأ. وبعتقد أنا الإسرائيلية وصلوا للواقع إنه إذا ما تصرفوا هلأ ما أخذوا خطوة أساسية لإزاحة الخطر الإسرائيلي لإزاحة الخطر الإيراني راح تروح هالفرصة. سو مشان هيك أنا يعني نوع من الخايف ومتشائم من اللي بده يصير. نعم ثاد أو نعم ثاد هي منظومة للحماية، ولكن على الصعيد الآخر يعني هل يمكن أن يفعل نتنياهو ذلك دون موافقة حقيقية من الجانب الأمريكي باستهداف هذه المنشآت؟ هلا هيدي حكينا فيها بالاول وبعدين انا بدي رددها. لما بتوصل انه نتنياهو ياخذ القرار ما بعتقد انه راح ينظر لامريكا تقول له لا او ايه. هلا شوفي شو قال وزير الدفاع الامريكاني، قال انه اللي بيقرر هو اسرائيل. ومن هالناحيه هيدي يعني من ناحيه الولايات المتحده ما بدها انه نعم بالتاكيد عذرا المقاطعه دكتور، ومن يقرر هي اسرائيل، ولكن لا يمكن ان تفعل ذلك دون الاستعانه بمعدات الصواريخ بدون اي اليات عسكريه لمهاجمه منشات نوويه محصنه. هوني ما نعرف شيء. انا باعتقادي اسرائيل صار عندها القدره وصار عندها الخبره لحتى تقصف المواقع النووية. أنا هذا بتحليلي ومش عايزة لأمريكا. أمريكا قرتي عطتها اللي بدها إياه وعطتها من وقت مش من هلأ. أنا هذا اللي شايفه، واللي شايفه كمان إنه الوضع الأمريكاني هلأ حاليا ما له تأثير كتير لوضع القرار الإسرائيلي. نعم يعني بتتحدث عن تغيير معطيات اللعبة دكتور، يعني كلام في غاية الخطورة أن أصبحت إسرائيل الآن معها من المعدات ومن الآليات العسكرية لفعل ذلك، ولكن بما أنك توقعت أو استشفيت أن هذا الفعل قادم، متى تتوقع برأيك أن تقوم إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية إذا صح تخمينك؟ هلا ما بنعرف نحدد الوقت بالزيت، بس انا اللي عم شوفه وعم لاحظه وكتبت كمان مقال امبارح ومقال من كم يوم، قلت انه عم ينظروا للوقت المناسب لحتى يفعلوا اكبر ضرر لوين بدهم يضربوا بايران. سو انا بعتقد ومشان هيك يعني بدك تقارني اللي عم بيقوله الوزير الدفاع الإسرائيلي من اللي عم بيقوله الجنرالات الإسرائيلية من الديفلوبمنت، يعني اللي عم بيصير على الأرض. يعني لما بيقول الوزير الدفاع إنه بدها تكون بدقة الضربة، بدها تكون يعني كتير دقيقة وكتير قوية، أنا مشان هيك يعني هيدا شيء رينفورس، يعني بخليني إنه كون إنه واقع أكتر وأستنظر ضربة بالوقت المناسب لحتى يعملوا أكبر ضرر للمفاعل النووية ولل اي ار جي سي للجمهوريين، يعني الاي ار جي سي وللمعامل اللي بيعملوا فيها الدرونز المسيرات والصواريخ. أنا هيدي صرت شايفها يعني إن شاء الله ما تصير، بس أنا هيدا بتحليلي وقراءتي للوضع وقراءتي للبوليتيكال ماب، يعني عم شوفها انه عم بتصير اكثر واقعيه.
نوعية المنشآت أو التفاصيل التي ذكرتها دكتور روبرت، يعني على ماذا تبحث إسرائيل؟ هل هي بتبحث عن الرد على الصواريخ التي انطلقت من إيران، أم بتبحث على إنهاء إيران بهذا الفعل؟ هلا مش رح تنهي ايران، وهن بيعرفوا هالشيء، وامريكا كمان، يعني هلا عم يطلع على الميديا عم بيقولوا النظام الايراني بده يروح وهذا بده يروح، هذا كله حكي، يعني هذا ما في منه. اللي بدهم يعملوه انا اللي بفكر انه بدهم يضربوا بقوه، يعني في عنده الخطر بالنسبه للاسرائيليه هو المعامل النوويه اولا، وثانيا المعامل الصاروخيه اللي بيعملوا فيها الصواريخ، وانا بعتقد هو بده يصير في ضرب عليهم بقوه. وثالث شيء كمان، يعني انا صرت شايف انه كيف عملوا مع حزب الله وكيف جربوا يغتالوا او اغتالوا القياده تبع حزب الله، بده يصير في كمان من هالنوع من قلب ايران لمحاوله اغتيال بعض الجنرالات الايرانيه. انا هيدا اللي شايفه، يعني في عندك الحديث من مايلي، وفي عندك الاقوال والافعال من مايلي تاني، وعندك المواقف الامريكيه. هلا اذا بتجمعيهم كلهم هاودي بتصيري بتحسي انا مشان هيك غيرت فكري. انا بالاول ما قلت انه بدهم يضربوا، هلا صرت كثير عم روح انه رح يصير في ضرب. ودكتور روبرت، هناك ايضا الموقف الاسرائيلي، يعني تصريح وزير الخارجيه بانه اكتتاث راس الاخطبوط او القضاء على راس الاخطبوط هي نيه اعتقد انها تتوافق مع السيناريو الذي طرحته. ايه بس ما هلا بتعرفي انت الحكي شيء والفعل شيء ثاني، يعني هلا بنقول وهن بيعرفوا كمان. هلا بتعرفي انت يعني بيز على الهيستوري، بيز على التاريخ، واذا بدهم يشيلوا هذا النظام معقول يجي نظام أسوأ منه؟ هيك بصير التحليل غلط. التحليل هلا لإلهم، وانا بعتقد هون البيروقراسي تبع الولايات المتحده صارت نوع انه عارفه هالشيء، انه بدهم يضربوا بقوه لحتى ياثروا تاثير كبير على النظام الايراني، مش ليشيلوا النظام الايراني، لانه في شيء هون كمان، وامريكا هون انا بعتقد انه عم تحكي معهم بطريقه، لانه في عندك مش بس امريكا الولايات المتحده، بس في عندك كمان السعوديه والعرب كمان، الدول العربيه ما بيوافقون او ما بدهم انه يصير في نظام، لانه هذا بيخلق فوضى كبيره، وما بيعرف انه شو بده يجي بعد هالنظام، سو مشان هيك انا بعتقد رح تكون مثل ما قال الوزير الدفاع الاسرائيلي، رح تكون ضربه قويه ودقيقه، وبعدين رح يصير يعملوا فيه انه مثل المفاجآت لإلهم بعد ام قبل بعد. نعم دكتور، بعد ام قبل الانتخابات الامريكيه تعتقد؟ تقريبا بعد ام قبل؟ انا هلا بعتقد انه هن بعد الانتخابات. يعني عندك هالجمعتين كثير مهمين للولايات المتحده، وهوني بامريكا يعني الانتخابات هيدي برايورتي نمبر 1. بس كمان مثل ما قلت لك كمان، يعني ما بنقدر نحكي بجزم، ما بقدر اقول انه اسرائيل واذا ما شافت الفرصه المناسبه لها هلا حاليا، وهن شو عم يعملوا يعني عم بيناظروا، وعندهم كمان جواسيس بقلب ايران وبرات ايران، وعندهم الساتلايت، يعني عندهم المخابرات، بدهم يعملوا شيء لصالح اسرائيل 100%. انا هيدا اللي عم شوفه. بس كمان بعتقد انه بفضلوا هن انه تصير بعد الانتخابات مراعاه للامريكيين، مراعاه لنا. اشكرك دكتور روبرت رابيل. نعم اشكر بعد الانتخابات الأمريكية دكتور روبرت رابيل، أشكرك أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من فلوريدا.